وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها ولله الحمد، مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تتضمنها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب، الرد على دحلان وتحذير الإنسان صيانة الإنسان، كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. دحلان هذا هو مفتي أهل مكة، وكان خرافيا شرق بدعوة الشيخ وصار يكذب عليه، وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيه افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. ومن افتراءات دحلان يقول أنه إن ابن عبد الوهاب كان يضمر أنه بيدعي النبوة، لكن لما رأى الناس ما يصدقونه، لما شاف أن الناس ما هم مصدقينه كتم هذه الفكرة، ولا هي في نفسه، يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوة ولكن يوم شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم.